مطار مش خايف منه انت؟ اي مطار بدي خاف؟ قلت لي كاميرتك انا اعلم ما حوطي الكاميرا. بعدك مستوعب شيء اسمه الجام السبعة؟ كل مطارات العالم بيصوروا فيها عادي. كل مطارات العالم بس أنا مطار بيروت ممنوع التصوير. ليش؟ مطار لجام السبعة. هلا بتحكي شحن مكوبين وموارد. هلا استاذ شفيق مرعي، ما اسم من وزير الماليه لاعطيك حق الرد. مطار بيروت لجام السبعة. هي هلا شرحت البضاعة. انت لمين سلمت البضاعة؟ ترقبوا إعادة عرض حلقة تحت طائلة المسؤولية اليوم مباشرة بعد أخبار الظهيرة على الجديد. أستاذ هشام